أنا برحب فيكم أعزائي الطلاب مرة ثانية، ونبدأ بالدرس الثالث من التنسيق العصبي اللي هو الجهاز العصبي المحيطي. الدرس الماضي كان الجهاز العصبي المركزي، درسنا الدماغ والنخاع، وبتمنى أنكم تكونوا درستوهم وحفظتوهم بشكل جيد جدا. هذا المركزي اللي لونه أحمر، وفي عنا المحيطي اللي هلأ بدنا نشوف أقسامه وتفصيلاته المهمة. نبدأ منقول الجهاز المحيطي هو الجهاز الذي يتحكم بردود الفعل للجسم الإرادية واللا إرادية، فلذلك حنشوف الأعصاب بالأقسام، وحنشوف الجهاز العصبي الذاتي اللي هو الجملة الودية ونظيرة الودية. مين بيتذكر المخطط اللي درسناه بالدرس الثاني أول الدرس؟ نحن صرنا بالقسم الثاني منه اللي هو المحيط. نرجع ليكو هون، القسم الجهاز العصبي المحيطي هو عبارة عن الأعصاب وعن الذاتي قسمين، أو الإعاشي الذاتي أو الإعاشي. الأعصاب هن إما حركية وإما حسية. الذاتي هو الجملة الودية ونظيرة الود. هذا موضوعنا اللي بدنا ندرسه إن شاء الله بهذا الدرس. ننتبه لشغلة، نحن عنا في عنا الجهاز العصبي المحيطي اللي هو قسم الأعصاب، القسم الأول في له وظيفة مكتوبة بعد فقرة بعد تصنيف الأعصاب، فأنا حابدأ فيها. تمام؟ يعني هون حقول هلأ وظيفة الجهاز العصبي المحيطي يلي هو منه الجسم الإرادي، في نوع هذا اللي هن الأعصاب اسمه جسم إرادي، اللي هو مثل ما قلنا الأعصاب الحركية والأعصاب الحسية. فوظيفته تحط لي خط صغير هيك بجنبه، وظيفته يسيطر على الوظائف الإرادية عند الإنسان. إن شاء الله تكونوا ما ضعتوا. تحت تصنيف الأعصاب خط وظيفة، وظيفته يسيطر على الوظائف الإرادية عند الإنسان. هاي الأعصاب المتوزعة إلى كل أنحاء الجسم هي إما حسي ينقل الأحاسيس إلى الجهاز المركزي يعني إلى الدماغ والنخاع، أو حركية تنقل الأوامر من المركزي اللي هن دماغ ونخاع، بنرجع من عيد، إلى العضلات الإرادية. حط خطين ثلاثة تحت هاي الكلمة. تمام؟ إذا هي وظيفته. بتمنى أنكم ركزتوا وعرفتوا حالكم وين. برجع هلا بفصل في تصنيف الأعصاب. هذا الفيديو رائع. هذا الدماغ، النخاع، الأعصاب، شايفين كيف حبال بيضاء كما عرفناها بالدرس الأول، تنتشر في كل أنحاء الجسم، وهي إما حسية تنقل الأوامر إلى المركز، أو حركية الحمراء إلى المحيط. فهي الأعصاب، هي الأعصاب. هلأ بدنا نشوف تصنيفها حسب وظيفتها وحسب منشأ. على السريع هن صف تاسع عدلهم نعرفهم: حسية، حركية، مختلطة. الأعصاب أعصاب حسية، أعصاب ما منخربط بينها وبين العصبونات من حيث الوظيفة. تمام؟ هلأ قال هي توصل إلى المركزي، السيالات الحسية أهم شيء. حركية تنقل الأوامر إلى الأعضاء المستجيبة كالعضلات والغدد. أما المختلطة اللي هو العصب الشوكي، هذا عصب مختلط، فهو في ألياف حسية وألياف حركية. الخضرة هي الألياف هي حسية لأن تعود للجذر الحسي الذي يذهب إلى هذا النخاع، مقطع بالنخاع، ما هيك؟ وهذا الجذر المحرك. فالعصب فيه نوعين من الألياف،
نوعين من الحزم، حزم حسية وحزم حركية. جاذبة يعني تأتي إلى المركز، نابذة يعني تخرج من المركز، تخرج من المركز. تمام؟ وما بنسى، وهي الصورة أنا حاططها هيك إلى علاقة بالعصبون من جديد حتى أتذكر إنه الألياف هي عبارة عن المحور الذي يعود للخلية العصبية. تمام؟ إن شاء الله صرنا عم نربط الأفكار شوي شوي مع بعضها. إذن هيئة حسب وظيفتها، حسب منشأة يعني حسب مصدرها هي الأعصاب مو حسب وظيفتها، فهي أعصاب دماغية وهي في منها حسية وحركية، والشوكية هي أعصاب مختلطة. فالأعصاب الدماغية هي عددها بيهمني 12 شفع، 12 شفع، شفع انتبه على كلمة شفع، تتصل بالدماغ، مصدرها من الدماغ يعني، تتوزع في الرأس والعنق عدى العاشر الذي يصل إلى الأحشاء. الأعصاب الشوكية عددها وبشو بتتصل من اسمها، شوكية معناتها بالنخاع. طبعا يبدأ كل عصب شوكي بجذرين، جذر حسي خلفي، ليكو هذا القرن الخلفي، هي العقدة الشوكية، هذا العصبون شكل حرف T، مين بيتذكر؟ أيوة. فهذا ينقل السيالة باتجاه المراكز العصبية يعني إلى الجهاز العصبي. أما الجذر الأمامي المحرك فهو هذا، فيصدر من القرون الأمامية، فهو محاويره هي تذهب لتشكل حزام، تذهب إلى العضلات والغدد. تمام؟ إذن هي الأعصاب الشوكية اللي هي عددها قديش، من أين تصدر، بماذا، مماذا تتكون؟ من جذرين، واحد جذر خلفي حسي، اثنين جذر أمامي محرك. خلفي عرفتوا ليش اسمه خلفي مو هيك، وأمامي ليش كمان. إذن هذا موضوعنا اليوم، بتمنى انكم قبل ما نسكر نشوف الأعصاب الدماغية، هذا الدماغ 12 شفع، هذا المبهم اللي هو يخرج من البصل السيسائية ويذهب إلى كل أنحاء الدماغ، هاي الأعصاب الشوكية، نرجع هاي الأعصاب الدماغية شايفين إنها تذهب معظمها إلى كل أنحاء ما عدا واحد اللي هو بيروح للأحشاء، ما بنسى بيرجع ايده بعد شوي. وهي الأعصاب الشوكية، الشوكية. فإذا هذا هو درسنا، وشكرا لكم.